قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لأون لايف إن قضية تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالزيادة السكانية تدخل في قضية تصويب الخطاب الدينية، وتابع جمعة أن حكم تنظيم الأسرة قد لا يقف عند حدود كونه حلالا فقط، ولكن كونه أمر مرتبط بالتيسير على الدولة والمواطنين. جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الصحة باليوم القومي للسكان. احنا أكدنا في الكلمة على ان قضية تصحيح المفاهيم الخاطئة في القضية السكانية تدخل في صميم تصويب الخطاب الديني، وان الموضوع يتجاوز قضية الحل الى مرحلة الضواء، وان القضاة لا تقاس بقضاءات الافراد وانما ايضا بقضاءات الدول.